هجوم مغربي كبير على إسرائيل، والسفير غوفرين يقول إن هذا خبر مبهج. كشف تقرير نشره معهد اتفاقات أبراهام للسلام، نقل عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن أكثر من 2000 مواطن مغربي هجموا على إسرائيل في زيارة سياحية في النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة سنوية قدرها 66%. ومنذ تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في ديسمبر 2020، توالى فتح الخطوط الجوية المباشرة بين الجانبين انطلاقا من الدار البيضاء ومؤخرا من الصويرة، وهو ما ساهم في زيادة توافد السياح. وبينما لا يزال المغرب وإسرائيل يتعاملان بنظام إصدار تأشيرات للدخول، بادر عدد من البرلمانيين الإسرائيليين مؤخرا باقتراح الإعفاء من هذه الخطوة بهدف تعزيز العلاقات. السفير الإسرائيلي بالمغرب ديفيد غوفرين علق على الخبر بالقول: سررت بالخبر المبهج حول ارتفاع بنسبة 66% للسياح المغاربة بإسرائيل. وأضاف في تغريدة على تويتر: نرحب بالسياح المغاربة في بلدنا ونتمنى لهم رحلة ممتعة. السياحة بين الدولتين تفتح مجال التعارف والتفاهم مباشرة بين الأشخاص بدون أي عقبات أو عراقيل. نشكركم على حسن المتابعة.